تعالي بسرعة. سمعنا أول بيتين أشوف. وجدة، وين غطوتك؟ بأشتري سيكل عشان سابق عبد الله. وبعدين إذا ركبتي سيكل ما تقدرين تحملين ولا تجيبين عيال. غالي عليك. بعطيك 10 ريال. 20. والله. إي والله. والله يعني ما تدري البنات ما يركبون السياكل. اللي تدري زين عن وش أتكلم، وتدري ما بيك فيها سيكل لأي أحد. شريط منوعات بما احنا صرنا اصحاب الان. شو رايك في الفستان؟ تلاقين بيعجب ابوك؟ تجيبي الولد ابوك. احنا عارفين اثنين انه ما راح يصير. ما عندكم سالفه غير العرس. ايش عندك واقفه عنده؟ اشترت عائله ابوك المبجله. تحبينه؟ ابوك؟ ابوك كان اول رجل في حياتي وان شاء الله الاخير. يعني شو نسوي فيك الحين؟ نطردكي؟ كل هذا ليش؟ عشان ما خليتك تشتري سيكل؟ طيب بعطيك 5 ريال لو وقفتي الصياح. تحسبين انك تقدرين تسوي اللي تبينه وما حد يدري عنك؟ طيب ايش رايك نزوجك؟ اها ما يضحك. ما منك، إذا بغيتي شيء ما حد يقدر عليك.